انتاج شحح يعني، واضح ان الانتاج قليل يا عمرو بيه. انا مش ترشجي، انا راجل صانع، اللي تم ضبطه في مخازن التجار قد انتاج الشرقيه 3 شهرين. طب ما ينزلوا الانتاج ده في السوق يفك معانا زي ما انت بتقول كده، ينزلوا في المحطات بتاعه الدوله. يا فندم انا قلت المضبوطات اللي عندي معالي النائب العام المحترم يحطها يضخها بنزين ده. طب هي علبه الكيلوباترا ديت اللي هم بيبيعوها ب 50 وب 55 24 جنيه يا فندم، يا نهار اسود ومنيل، يعني الراجل بياخد التاجر ده. طب وحكايه باب البحر دي، ما انتوا عارفين كل الناس يقول لك ده جاي من باب البحر، ايه موضوع باب البحر ده؟ اديك المفاجاه، اديني المفاجاه. نقلوا نشاطهم ب 6 اكتوبر ومدينه السادات والعاشر من رمضان. عشان ما حدش يروح يدور عليهم في باب البحر. انا بسال سؤال بس، أليس بكم رجل رشيد؟ 3 خطوات، أنا تعبت، أنا عيان. هو ده تاجر السوق السوداء ده بياخد أكتر من الدولة وأكتر من الشركة. يا عمرو بيه حضرتك، هو الشركة ربحها كام في ال 24 جنيه علشان تتباع ب 55؟ يا فندم أنا قلت لحضرتك، حضرتك الشركة زودت الإنتاج، حضرتك مهما تزود الإنتاج هيروح للتاجر. ليه بقى؟ انا هديك التاجر طالما لم يتم تعديل التشريع الضريبي يبقى اذا في ضبابيه لسه. اذا كل حصه بياخدها التاجر او المتعهد يخزنها ويجي حسب الشخص اللي رايح قدامه. طب هي الزياده الضريبيه المقترحه قد ايه؟ يعني العلبه ام 24 دي تبقى بكام؟ ب 30 مثلا؟ لا، من 3 ل 5. كم؟ من 3 ل 5 جنيه بس فقط لا غير. والدولة هتاخد لو 5 جنيه. ايوه يعني هتبقى ب 30 جنيه العلبة وممكن 29 وممكن 28. طب انا عايز اسال سؤال، ما هو قبل كده كانت السجاير موجودة وده سعرها، ليه فجأة بقت بتروح لتجار سوق سودا وتجار السوق وشحة في الاكشاك؟ ايه اللي حصل؟ اقول لك اللي حصل حضرتك، اعلامي محترم والاحداث كلها مترتبة قدامك. كانت الدورات اللي بتاعت الخطه كانت بتجيب غيطة عشان تجيب دولار عشان تنزل. النهارده لا، دلوقتي قلبت من الدوراره الى الدخان والسجاير. يا فندم انا عايز اقول كلمه حق، بدات اتحارب شغلي بس انا ما زلت هفضل اقول كلمه حق. ارجعي يا برلمان، ارجع من الاجازه يا حكومه، اصحي. اما دي الفلوس دي ضايعه على الحكومه، يعني الفلوس دي والحكومه بتاخدها للتامين الصحي، يعني الدوله كمان بتاخدها لحاجه مهمه جدا. ده التامين الصحي ده قصه تانية ثابت. كل انتاج علبه سجاير بيدفع له جنيه ونص على كل علبه سجاير، ولكن الضريبه اللي هي بتمثل 75% من دخل ميزانيه جمهوريه مصر العربيه، الناس فين؟ مش معقول كل ده. على العموم يا ابراهيم بيه، البرلمان راجع الاسبوع الجاي بقى، يعني تاهت ولقيناها. ايوه، يبقى طيب هي